مرحبا بكل مشاهدينا ومتابعينا يلي عم يحضرونا عبر صفحات أخبار الآن على مواقع التواصل الاجتماعي. في هذا الفيديو معي أنا عفراء الجول، الحديث دائما وأبدا عن آخر أخبار الرياضة وعالم كرة القدم. إذن مثل ما تعودنا بهذه الفقرة بنتحدث عن أبرز ما جرى في عالم كرة القدم من المواضيع وأخبار الصحافة والانتقالات والإشاعات وأيضا آخر نتائج المباريات. رح نبلش إذن مع مباريات كأس ملك إسبانيا التي جرت يوم أمس. كان في عنا بالنسبة للمباراة التي خاضها ريال سرقسطة ضد ريال مدريد، كان فاز ريال مدريد خارج قواعده في دور 16 بأربعة أهداف نظيفة. سجل أهداف الريال رافائيل فاران في الدقيقة 6، لوكاس فاسكيز في الدقيقة 32، فينيسيوس جونيور في الدقيقة 72، وكريم بنزيما في الدقيقة 80. إذن في مباراة أخرى كان باداغوز خسر أمام غرناطة بثلاثة أهداف لهدفين، وريال سوسيداد كان تغلب على أوساسونا بثلاثة أهداف لهدف. أيضا في نتائج المباريات في كأس إيطاليا كان عندنا مباراة ضمن ربع النهائي ضد إنتر ميلان ضد فيورنتينا على ملعب جوزيبي ميازا، وكان فاز إنتر ميلان بهدفين لهدف. سجل أهداف الإنتر كاندريفا في الدقيقة 44 ونيكولو باريلا في الدقيقة 67، أما هدف فيورنتينا فجاء في الدقيقة 60 عن طريق كاسيريس. في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية وديربي مانشستر، مانشستر سيتي كان خاض لقاء الإياب أمام غريمه مانشستر يونايتد في نصف النهائي الذي جرى على ملعب الاتحاد، وكان فاز مانشستر يونايتد بنتيجة هدف نظيف. سجل الهدف ماتيتش في الدقيقة 35، ومن ثم ماتيتش أيضا طرد في الدقيقة 76، لكن طبعا السيتي تأهل إلى النهائي بعد فوزه بنتيجة المباراتين، لأنه هو كان فاز في نتيجة مباراة الذهب بنتيجة 3-1، لذلك النتيجة النهائية هي 3-2 للسيتي. ياريت تخبرونا عن رأيكم في هذه المباراة من خلال التعليقات، وأيضا عن كل مباريات يوم أمس. ايضا في الدوري الانجليزي الممتاز كان عندنا مباراة مؤجلة بين ويست هام يونايتد وليفربول، المؤجلة بسبب مشاركة ليفربول في كأس العالم للأندية. فاز ليفربول بنتيجة هدفين نظيفين سجلهم محمد صلاح عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 35، وتشامبرلين سجل الهدف الثاني في الدقيقة 52. ياريت تخبرونا عن رأيكم في مباريات يوم أمس من خلال التعليقات. بالنسبة لمباريات اليوم في نطاق كأس ملك إسبانيا، برشلونة راح يلاقي ليغانيس على ملعب الكامب نو أيضا ضمن دور 16، وميرانديس راح يستضيف إشبيليا في نفس الدور. إذن بالنسبة لأخبار الإشاعات والانتقالات وكل ما يتعلق بذلك، كنادي بايرن ميونخ الألماني أعلن عودة المهاجم الكوري الجنوبي جيونغ وو يونغ لصفوفه معارا من نادي فرايبورغ. على ما يبدو اللاعب سيبقى حتى الصيف المقبل وسيلعب مع الفريق الرديف، وهو سبق أن لعب مع الفريق الرديف بين عامي 2018 و2019. إذن في خبر آخر، كان نادي أولمبيك ليون أعلن عن ضم قائد المنتخب الأولمبي البرازيلي ولاعب نادي أتلتيكو بارانينسي برونو جي مارياس بقيمة 20 مليون يورو، قد تضاف إليها 20% في حالة إعادة بيع اللاعب. إذن اللاعب انتقل بعقد سيمتد لأربعة أعوام ونصف وينتهي في 30 من يونيو حزيران عام 2024. في خبر آخر، كان نادي برشلونة الإسباني وفقا للصحافة أبدأ اهتمامه بالتوقيع مع فرانشيسكو ترينكاو مهاجم نادي سبورتينغ براغا البرتغالي والبالغ من العمر 20 عام. إذن في خبر آخر، وفقا للصحافة على ما يبدو أندية تشيلسي ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان تتصارع فيما بينها للحصول على توقيع اللاعب المغربي حكيم زياش نجم نادي أياكس أمستردام الهولندي، لكن ليس في الميركاتو الشتوي الحالي لكن في الصيف المقبل. خبرونا عن رأيكم من خلال التعليقات، إلى أين تتوقعون أن ينتقل زياش؟ إلى تشيلسي أو اليونايتد أو باريس سان جيرمان؟ في خبر آخر، ووفقا للصحافة الفرنسية، فوزي غلام لاعب نادي نابولي
على ما يبدو يحظى باهتمام كبير من قبل ناديي مارسيليا وليل الفرنسيين، اللذين يسعيان لضم اللاعب. لكن على ما يبدو وفقا للصحافة، فوز غلام لا يرغب بمغادرة نابولي، بالرغم من أنه لا يشارك وأنه وضعه يعني مش مستقر، لا هو مع النادي ولا أصلا وضع النادي مستقر. لكن لننتظر ونرى إذا فعلا هو سيرفض العروض من الأندية الفرنسية وسيبقى في نابولي. في خبر آخر، وفقا للصحافة الإسبانية، نادي برشلونة تقدم بعرض يبلغ 5 ملايين يورو بالإضافة للمكافآت من أجل التعاقد مع الشاب البرازيلي يان بوينو كوتو، الظهير الأيمن لفريق كورينتيبا. لكن نادي مانشستر سيتي اقتحم سباق التعاقد مع اللاعب وزايد وقدم عرض بمبلغ أكبر بقيمة 15 مليون يورو، ينقسم إلى 9 ملايين كمبلغ ثابت ومتغيرات بقيمة 6 ملايين. إذن ما على ما يبدو نادي برشلونة ونادي مانشستر سيتي يتصارعان أيضا فيما بينهم للحصول على خدمات هذا اللاعب. في خبر آخر، وفقا للصحافة الإسبانية، باكو الكاثير مهاجم بروسيا دورتموند البالغ من العمر 28 عام اقترب من الانتقال لصفوف نادي فياريال بعد تعثر انتقاله لنادي فالنسيا الإسباني. على ما يبدو فياريال سيقدم الآن عرض بقيمة 20 مليون يورو لبروسيا دورتموند من أجل الحصول على خدمات الكاثير في الميركاتو الشتوي الجاري. إذن ياريت تخبرونا عن رأيكم من خلال التعليقات، أين تتوقعون أن ينتقل باكو الكاثير؟ في خبر آخر، وفقا للصحافة الألبانية، على ما يبدو هناك شجار حدث بين لاعبي بايرن ميونخ أثناء التدريبات. لاعب الوسط ليون غوريتسكا تدخل بشكل عنيف أثناء التدريبات ضد المدافع جيروم بواتينغ، وجيروم بواتينغ غضب منه ووجه له ضربة بيده في وجهه، ومن ثم تدخل روبرت ليفاندوفسكي لإنهاء الشجار بين زميلي، ومن ثم أيضا تدخل المدرب هانز فليك وأنهى الموقف. ياريت تخبرونا عن رأيكم بهذا الخبر من خلال التعليقات. في الخبر الأبرز في الميركاتو وأخيرا انتهت القصة، نادي مانشستر يونايتد أعلن عن توصله لاتفاق بشأن التعاقد مع اللاعب البرتغالي برونو فرنانديز، لاعب وسط فريق سبورتينغ لشبونة، ويتبقى فقط توقيع اللاعب على عقده الشخصي وخضوعه للفحص الطبي. على ما يبدو وفقا للصحافة، الصفقة وصلت قيمتها ل 55 مليون يورو بالإضافة لمتغيرات سيدفعها النادي بقيمة 10 ملايين يورو. إذن ياريت تخبرونا أيضا عن رأيكم في هذه الصفقة من خلال التعليقات. في خبر آخر، وفقا للصحافة الإنجليزية، نادي تشيلسي يفكر في ضم اللاعب البلجيكي درايس ميرتنز نجم نادي نابولي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية. إذن هيك مشاهدينا منكون وصلنا لنهاية حصادنا الكروي. لا تنسوا تابعونا من خلال البث الحي لصفحة أخبار الآن للحديث عن أبرز مباريات اليوم، وشكرا لكم على المتابعة، وأراكم على خير في فيديوهات أخرى رياضية إن شاء الله. بتمنى لكم يوم سعيد وإلى اللقاء.